السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ عساكم صحة وبخير. طبعا المحاضرة مالتنا اليوم هو على الاي سي جي بيسك كونسبت، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية التمريض. طبعا اليوم حنتكلم عن موضوع مهم هو الالكتروكارديوغراف، وما تخفى عليكم ان هذا الموضوع هو من اهم المواضيع اللي لازم تفهم وتعطى حقها بشكل جيد، وهي تعتبر طبعا من اختصاص القلبية. في هذا الموضوع انه حابسط لكم بعض المفاهيم حتى تتمكنوا في المستقبل من ان تميزوا بين المخطط الطبيعي والمخطط المرضي، وتعرفوا كل مكونات تخطيط القلب الكهربائي، كيف صار وليش صار وليش هذه إيجابية وليش هذه سلبية. فكل هذه إن شاء الله تعرفوها بهذه المحاضرة. طبعا المواضيع اللي حنتناولها احنا بالمحاضرة مالتنا هو what to expect from the ECG, electricity of the heart and the different parts of the ECG, the ECG electrical picture, the shape of the QRS complex. طبعا انتم مثل ما تعرفون انه القلب والأوعية الدموية هي بالجسم الانسان حيسوون الدورة، يكونوا مسؤولين عن الدورة المركزية. وطبعا بالهارت اكو جهتين، اكو تو سايد اللي هو ليفت سايد والرايت سايد. شباب الرايت سايد يجي الدم، مثل ما تعرفون انه يجي الدم دي اوكسجينيتد بلاد من كل انحاء الجسم عن طريق الانفيرير فيني كيفر والسوبر فيني كيفر. وين حيروحون؟ حيصبون عندنا اول شيء بالرايت اتريوم، وبعدين البيسنج ثرو ذا ترايت كاسكيت تو ذا رايت فنتريكا، بعدين تصير مرحله الكونتراكشن فيعبر الدم الى اللانج. بعدين براها حيجي الدم المؤكسج اللي هو عن طريق البولميناري بازلز. وين حيروح؟ حيروح للليفت اتريوم. بعدين تصير مرحله الكونتراكشن فيمر الدم وين؟ الى الليفت فنتريكال. بعدين براها حيصير هنا بالليفت فنتريكال مرحله السيستوليك، فيمر الدم بالفنتريكال الثاني. طبعا حيمر الدم عبر الأورتيك فالف، عبر البولميناري فالف. بالأورتيك فالف إنه حيعبر يمر الدم لكل أنحاء الجسم، بحين البولميناري فالف إنه جهة الرايت إنه يصير مرحلة السيستوليك. طبعا إحنا قبل ما نحكي على البولاريزيشن وديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، حنحكي على خاص physiological properties of normal heart muscles، يعني خصائص عضلة القلب. أول شيء من خصائص عضلة القلب إنها تمتاز عضلة القلب بالأوتوماتيسيتي اللي هو ability of the heart to initiate the heartbeat regular and continuous without external stimulation، يعني لها قابلية انه تسوي التحفيز. الاكسستبيليتي هو ability of the cardiac cells to respond to stimuli by initiated cardiac impulses، يعني هنا عضلة القلب انه حتستجيب لهذا التحفيز.
طبعا الكونكتيفيتي اللي هي the ability of cardiac cells to receive an electrical stimuli and then transmit it to other cardiac cells. يعني هنا عضلة القلب حتستلم التحفيز وحتنقله للخلايا الأخرى. الكونكتيفيتي هي the ability of the cardiac cells to respond to the stimuli by contraction. فهنا عضلة القلب انه تستجيب للتحفيز بالكونتراكشن. هسه حنحكي هنا على البولاريزيشن والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن. البولاريزيشن هو يسمى الفيس فور ريدي ستيج او ريدي فيس، يعني هنا مرحلة الاستعداد. When the cells are in resting or polarized state, the cells membrane carries net positive charge. يعني هنا أكو شحنة موجبة، فشو تكون؟ تكون باعوا أنه البوتاسيوم داخل الخلية بهاي المرحلة اللي هو البولاريزيشن، اللي هي معناتها مرحلة الاستقطاب. فهنا نبعو الصوديوم يصير خارج الخلية. طبعا هاي تنتج من نتيجة difference of the intra and extracellular electrolyte construction، من نتيجة اختلاف التراكيز بالالكترولايت. هاي المرحلة الثانية when the cells is electrolyte stimulate، يعني يصير تحفيز بالالكترولايت. فشو تصير بالخلايا؟ حصير ديبولاريزيت، حتتقلص contracted and the cells membranes which is usually permeable، يعني معناته نافذ ينفذ. فشو صوديوم حيسمح للصوديوم اللو صوديوم ايون تو راش انتو ذا سيلز. فصير هنا نباعو الصوديوم حيدخل داخل الخلية، في حين البوتاسيوم حيصير out of the cells. This طبعا هذا الستيج شو يسمى this shift of the electrolyte construction، حيعكس الشارج الشحنة بالسيلز، وهذا يسمى هذا الفيس فويس فيس اوف ديبولاريزيشن. فالديبولاريزيشن يمكن ان نقول عليه هو مرحلة التقلص، انه يصير بي يصير الخلايا بيها يصير بيها contraction، يعني يصير بيها تقلص. هسه المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن هي إعادة الاستقطاب. ديبولاريزيشن إزالة الاستقطاب. ديبولاريزيشن إزالة، هنا العودة إلى الاستقطاب يسموها ريبولاريزيشن. ليش إزالة الاستقطاب ديبولاريزيشن؟ هاي ريبولاريزيشن بالعربي العودة إلى الاستقطاب. طبعا وانز بهذه الحالة شنو؟ هذا شو يسمى ريكفري فيز. فليش يسمى؟ لأنه وانز ديبولاريزيشن أكر وين ذا سيلز أكتيفيتي ترانسبورتد. وهنا هذا الخلايا صارت الخلايا عندها كونتراكشن، يعني عندها الكونتراكشن. فش حيصير؟ حيصير بهذا الستيج حيصير انه ترانسبورت، حينقل الصوديوم باك تو ذا سيلز، والبوتاسيوم يصير عندنا ديفيوز باك انتو ذا سيلز، يعني حيدخل داخل الخلية. فذات برينج اس باك to which we start the returning of the to resting is called repolarization. طبعا هسه احنا وصلنا الى موضوع اللي هو الكارديك اكشن بوتنشنال، اللي هو عملية تحفيز الخلية. يمكن انه نعرف brief change in voltage membrane potential across the cell membrane of the heart cells. طبعا هو انه مثل ما تعرفون انه بكل خلية بالجسم
تحتوي على أيونات موجبة وأيونات سالبة. هاي تمثل الكهربائية داخل القلب. فعندنا احنا أيونات البوتاسيوم تكون تمثل الشحنة الموجبة داخل الخلية، وأيونات البروتينات اللي هي تحتوي على الأمينو أسيد فتكون أيونات ذات شحنة سالبة. فأيونات البروتينات تكون البروتينات تكون أكثر من تكون هي الشحنة الغالبة الموجودة داخل الخلية. هذا هو غشاء الممبرس، فغشاء الخلية، فمن داخله تكون شحنة سالبة، في حين من الخارج توجد أيونات الصوديوم وأيونات الكالسيوم وأيونات الكلورايد. الأيونات الصوديوم تحتوي على الشحنة الموجبة، أيونات الكالسيوم تحتوي على الشحنة الموجبة، أيونات الكلورايد تحتوي على الشحنة السالبة، فتكون المحصلة النهائية للشحنات خارج الخلية هي الشحنة الموجبة. طبعا الشحنة الموجبة تنتقل إلى طبعا بهذا الترتيب يسمى الممبرنس بوتيشن أو جهد الخلية. الشحنة الموجبة حتنتقل إلى داخل الخلية والشحنة السالبة تخرج. بهذه الحالة حيصير عندنا البوتيشنال رياكشن أو تحفيز الخلية. زين، هسه احنا طبعا لازم احنا نفهم الفيسز مالت الكارديك اكشن بوتنشنال. اول فيس بالكارديك اكشن بوتنشنال هو عندنا الفيس زيرو. هذا الفيس شو يصير؟ انه هسه طبعا عندنا هنا رسمنا خطين، واحد عمودي اللي يمثل الفولتية والاخر اللي يمثل عندنا التايم بالملي سكند. فأخذنا خلية اللي هو جهدها 85 ملي فولت، هاي حفزناهم. يمن تحفزت هذه الخلية حتدخل عندنا الشحنة الموجبة داخل الخلية. فالشحنة الموجبة اللي هي تمثل عندنا أيونات الصوديوم حتدخل عندنا رابدلي داخل الخلية، فتزداد الشحنة الموجبة داخل الخلية. فنتيجة لهذا ايش حيصير؟ حيصير عندنا ديبولاريزيشن. فديبولاريزيشن يجي من كونسنس اوف رابد اند بوزيتيف تشينج ان فولتج اكروز ذا سيل ميمبرز. فهنا مثل ما قلنا ان من صار التحفيز بالخلية ايش حتدخل؟ حتدخل ايونات الصوديوم داخل الخلية. من تدخل فايش حتزداد؟ حتزداد الشحنة الموجبة. فالنتيجة لهذا حيصير عندنا رابيد ديبولاريزيشن، مثلناه بهذا الخط الصاعد اللي هو بالفيس 1، حيصير ردت من نتيجة انه دخول ايونات الصوديوم. طبعا هذا الفيس 1 اللي هو طبعا بالمرحلة الاولى اللي حيصير انه يصير توقف في شحنات، توقف تقريبا في شحنات الصوديوم اللي تدخل داخل الخلية، وبالتالي فإن الشحنة حتكون قليلة. ونلاحظ أيضا بنفس الوقت حيصير خروج بأيونات البوتاسيوم مع توقف انه ايونات الصوديوم داخل الخلية. فش حيصير؟ حيصير عندنا الممبرنس بوتنشنال طبعا حيتجه باتجاه السالب، باتجاه السالب. باعوا هنا انه the phase one began with reducing، يعني يبدأ انه يمن يبدي يقل
تقلل أو إنه يتوقف دخول الصوديوم إلى داخل الخلية بنفس الوقت. At the same time البوتاسيوم channel يبدي تبدي open تنفتح حتى إنه high F إنه البوتاسيوم allowing for potassium ion out of the cells يبدي يخرج خارج الخلية. فنتيجة لهذا إيش حيصير؟ حيصير عندنا الممبر بوتنشنال سلايتلي مور نيجاتيف. باع شلون؟ إنه يبدي يتجه نحو الاتجاه السالم. طبعا بهذه الفيس الثاني اللي هو المرحلة الثانية أيضا تسمى مرحلة الهضبة اللي هو بليتيو فيس. طبعا بهذه المرحلة اللي حصير انه ايونات البوتاسيوم حتخرج وبنفس الوقت ايونات الكالسيوم حتدخل مما يؤدي الى استقرار الجهد في الخلية. اي اكو شحنتين، شحنة موجبة تدخل وشحنة موجبة اخرى تخرج، وبالتالي تكون المحصلة صفر، فتكون باعو مستقرة الكهربائية تكون بخط واحد. فهذا يمكن انه نقول هذا الفيس فيس اوف بليتيو فيس، يعني مات الهضبة يسموه الهضبة، مرحلة الهضبة. بهاي الحالة انه يبدي الري بولاريزيشن، بهاي الحالة تكون كهربائية مستقرة لان اكو شحنتين باعوا. This due to near balance، يعني اكو توازن بين التشارج بين الشحنات الداخلة وبين الشحنات الخارجة moving into and out of the cell. During this phase، بهاي الفيس انه الايونات البوتاسيوم يصير to the leaf at the cells while allow the movement of calcium ion into the cells. فتكون المحصلة هي الصفر. ليش؟ لأن اكو ايونات داخلة او ايونات خارجة. فباعوا شلون يصير الخط؟ الخط مستقيم. يصير عندنا مستقرة الكهربائية بي، ويكون ماخذ تكون الكهربائية مستقرة بخط واحد. طبعا المرحلة الثالثة او الفيس الثالث هو مرحلة عندنا الرابد ريبولاريزيشن. فش نلاحظ؟ نلاحظ انحدار في المنحني، شلون ينحدر المنحني ويرجع الى السالب، فيسموه عندنا رابد ريبولاريزيشن، اي اعادة الاستقطاب، اي يرجع النمط الموجب والنمط السالب داخل الخلية. فهنا يعني نلاحظ انه تبدي انه خروج البوتاسيوم اللي يسموه عندنا افليكس، في حين دخول الايونات تسمى انفليكس. فخروج البوتاسيوم من داخل الخلية حيقلل الشحنة الموجبة داخل الخلية، وبالتالي حتميل الشحنة داخل الخلية الى الشحنة السالبة تبدأ. وبعدها طبعا ترجع إلى نفس الشيء، ترجع إلى نمط عندنا إلى نفس، ترجع إلى نفس الشيء اللي بدينا بيها، يعني مثل ما قلنا إنه يصير rapid repolarization. باعوا هنا هسعدنا ديو بعد ناخذ هنا الهامش يقول during the phase 3 rapid repolarization الاكشن اللي يصير بالبوتنشنال شو يصير؟ حيصير عندنا كلوز وين؟ بالشنل مالت الكالسيوم، وفي حين انه يبقى انه وايل انه البوتاسيوم ريمين
open as more potassium leak channel open. فيصير شنو هذا حيسبب انه بالسيلز حيصير عندنا ريبولاريزيشن إعادة الاستقطاب. الاكشن فور بوتنشنال حيصير عندنا ريبولاريزيشن. هذا يبدا ويا يمن يصير عندنا كلوزنج بالكالسيوم شانل في حين ويض البوتاسيوم شانل ريمين اوبن يعني باقي انه يخرج انه البوتاسيوم من داخل الخليه. فايش حيصير بالخليه؟ قل الشحنة الموجبة أو حتمين إلى الشحنة السالبة، فنتيجة لهذا حيصير عندنا ريبولاريزيشن فيس اللي هو الفيس الثالث. طبعا المرحلة الرابعة اللي هو الريستينج ميمبرين بوتنشنال، يعني المرحلة اللي ترجع الخلية إلى جهدها الطبيعي. كيف ترجع الخلية إلى جهدها الطبيعي؟ ترجع إلى جهدها الطبيعي السالب عن طريق دخول أيونات البوتاسيوم وخروج أيونات الصوديوم، وهذا يتم عن طريق مضخة اللي هي الـ ATP اللي هي تحرك البوتاسيوم إلى خارج الخلية، واللي يتحرك الصوديوم إلى خارج الخلية والبوتاسيوم إلى داخل الخلية. يعني هسه باعوا the phase 4 occur when the cell is at the rest، يعني resting membrane potential، يعني ترجع الخلية إلى جهدها الطبيعي السالب resulting from the efflux of the ion having flowing into the cells sodium and the calcium. هذول الايونات اللي كانت بالداخل حتطلع للخارج، والايون having flown out of the cells البوتاسيوم هذا اللي كان بالخارج وين حيصير؟ حيصير يدخل الى الداخل. هذا الصوديوم والبوتاسيوم ايون are maintained by sodium potassium pump. هذا شنو يصير؟ عن حتى يصير انه البوتاسيوم حتى يصير بداخل خارج الخلية، وحتى يصير الصوديوم خارج الخلية والبوتاسيوم داخل الخلية، فحيصير عن طريق مضخة. هاي المضخة تعتمد على طاقتها وتشوز انرجي، يعني تعتمد على طاقة الخلية اللي هي تسمى هاي المضخة بالاي تي بي اللي هو الادينوسين ترايفوسفيت. هاي تعمل على تحريك تو موف البوتال الصوديوم خارج اوت اوف ذا سيلز اند البوتاسيوم انتو ذا سيلز، تحركه الى داخل الخلية. طبعا اول ما نبتدي اذا اريد نحكي عليه نحكي عن الاس اي نود. الاس اي نود هي ثاني اثريال نود is located in the upper portion of the right atrium and is called of the pacemaker of the heart initiated for an electrical impulses طبعا trifle downward and throughout the muscles of the atrium. This impulse traveled through the atrium is called through the atrium by intra-atrial conduction pathway causing depolarization of the atrium. An AV node is located in the general area of the lower of the right atrium and continuous transmitted the impulses from the atrium to the bundle of his. The bundle of his is located below the AV node and continuous transmitting the electrical impulses to the bundle branch. Bundle branch
the lower portion of the bundle of his and divided into the left and right branch. Brekenji fiber extending from the bundle branch into the muscular well of the ventricle and conduct the electrical impulses from the bundle branch to branch to the cells of the ventricle muscles. The SA node usually generated 60 to 100 electrical pulses per minute, and the AV node, the SA node, fell to the function. These maker cells between the atria and ventricle AV node are capable of functioning as secondary pacemaker, and the area of the electrical conduction system is usually generated 40 to 60 electrical impulses per minute. The bundle of his generated generated at the rate of 40 to 60 to 60 electrical impulses per minute, and left and right bundle branch 20 to 40 40 impulses per minute, and the Purkinje fiber 20 to 40 impulses per minute. ورق خاص اللي هو standard graph paper، وهذا يحتوي الورق الخاص على خطوط بيانية أفقية وخطوط بيانية عمودية. الأفقية تمثل الديوريشن، في حين العمودية تمثل الفولتية. هنا نشوف أكو مربع كبير، هذا المربع كبير داخله مربعات صغيرة. إذا هذا ناخذ المثال، هذا مربع كبير داخل مربع صغير، مربعات صغيرة. كل مربع صغير يساوي بالديوريشن 0.04. فإذا هم بالمربع الكبير أكو خمس مربعات، فيصير خمسة في 0.04 فيصير 0.20 سكند، اللي هو المربع الكبير. بالنسبة للفولتية، المربع الصغير يساوي 0.1 ملي فولت. إذا هو 0.1 ملي فولت، إذا هم كانوا خمسة يصير 5 في 0.1 يصير 0.5 ملي فولت، هذا المربع الكبير. إذا إحنا عندنا أسه، إذا عندنا 5 5 سمول سكوير، فشي يساوي لنا 0.20. إذا عندنا 15 يساوي لنا 3 سكند. إذا الري يعني 15 لارج سكوير يساوي لنا 3 سكند. إذا 30 لارج سكوير يساوي لنا 6 سكند، يعني 6 ثواني. شلون طلع 6 ثواني؟ نجي نحسب 30 مربع كبير، فراح يساوي لنا 6 ثواني. طبعا هنا 300 لارج سكوير هيساوي لنا 1 مينت. طبعا 1 مليمتر هيساوي لنا 0.10 ملي فولت. طبعا هنا سعدنا الويف، هنحكي لكم عنه. فاول اول شيء بي ويف is the first wave that appear. هذه البي ويف هي represent for the arterial depolarization، طبعا تنتج من نتيجة انه result for passage of the electric in both the right and left arterium. البي ويف الديوريشن مالتها 2 to 3 سكوير، اي فيما يعادل 0.12 second. طبعا الـ QRS complex هذه represent for the
for the ventricle muscle depolarization. فنشوف طبعا هذا the QRS. أول the first negative defecation after the B wave هي the Q wave. Normally إنه ده يصير less than 0.04 second in duration and less than 25% of the R wave amplitude. And the first positive defecation after the V wave هو the R wave. And the S wave is the first negative defecation after يعني شوفوها صار الأسفل after the R wave. بعدين QRS normally is less than 0.12 second in duration. A T wave. A T wave will represent for the ventricle muscle repolarization. يعني هذه يصير in direction. The same of the direction of R wave. طبعا U wave هذه انه ما تبين بالحالة الطبيعية بالهيلثي. لكن إذا شفناها دورات فإنديكيتد the passage of the electric current through the responsible papillary muscles associated with the both aortic and tricuspid valve through the string. If they appear, إذا ظهرت هذه الصورة واضحة new wave فهذه indicate for degrees in potassium high في حالات يعني يصير ايضا انجريز بالكالس. السبب يعني ايضا من ضمن الويف البي ار انترفل. The بي ار انترفل represent the time it takes an electrical impulses to be conducted through the atrial and atrioventricle joint until the impulses began to cause ventricle depolarization. فالBR هو الفترة اللي تاخدها الشحنة الكهربائية أو الإمبالسز التحفيز اللي يمر عبر الأذينين والعقدة الأذينية علما ما يصل إلى البطينين فيسوي تحفيز يسوي depolarization اللي هو الكونتراكشن يعني تقلص. البي ار تقاس أهم شيء عندنا هنا البي ار تقاس منين لوين؟ تقاس من بداية beginning of the B wave to the beginning of the QRS. المسافة هذه بالطبيعي 0.12 to 0.20 second. الST segment. الST segment هذا as the portion of the lamb that lead from the end of the S wave to the beginning of the T wave. الST segment هو بعضنا من المقاس من the end of the من the end of S wave هاي النهاية S wave هاي S wave إلى بداية T wave. فهنا نهاية تنقص هذه المسافة. هاي المسافة تسمى ST segment وهذه بالطبيعي المفروض تجي أفلات مسطحة أو قدرات الصير نشوفها طبعا elevated above the baseline يعني baseline هذا الخط خط baseline إلى إذا ناخذ خط عدل فهنا شنو يصير؟ يصير الويف اللي هذا فوق الخط العدل تعتبر طبعا above خط line above the baseline والويف اللي جو اللي تحته
تعتبر below the baseline، فهي المفروض تجي في مستوى ال baseline elasticity segment. لكن احنا بالغير طبيعي احتمال شو نشوف elevation above the baseline، او دورات شو نشوفها below the baseline، يعني صار depression. وطبعا انه change بالاستي segment may be used to the diagnosis of the cardiac or problem network lead ECG. ها طبعا مثال على الاستي segment elevation. بعدها سأخذنا خط لان، فهنا هاي فوق صايرة فوق الخط لان. هنا طبعا هاي مثال على الاستي segment depression. بعدها سأخذنا خط لان من هذا الخط لان، فهنا هاي صار جوا تحت below the baseline. سيدنا عندنا QT duration. شباب QT هاي مثلا represent for the depolarization and repolarization، يعني هي measure from يمكن تنقاس QT تنقاس من from the beginning of the QRS complex to the end of the T wave. يعني هنا هاي تنقص بها. هاي شتنا تنين احنا مثل ما قلنا step of contraction and relaxation، اللي هو شنو depolarization and repolarization. الQT قد تكون أما نورمال أو نورمال. إذا في حالة النورمال يعني ساي نورمال، إذا قسنا المسافة بين R و R نصف هاي المسافة بين R و R، نيجي نقيس الQT. إذا شفنا هاي الQT المسافة مالتها إذا صارت less than half of the distance between R و R، يعني هنا هاي المسافة تصير أقل من هذه المسافة، من يعني هنا نص المسافة بين R و R، فشي يصير؟ صير هاي نورمال. إذا شفناها بالعكس بعد هسه هنا هسه هاي المسافة بين R و R، إذا ناخذ احنا نصفها هنا هذا، ونيجي نقيس المسافة بين بداية QRS لQOT إلى نهاية T، فهنا نقسمها. إذا هاي طلعت المسافة أكبر من هذه المسافة اللي هي نص مالت الRR، فمعناتها شنو؟ معناتها هي abnormal. الQT longer than half R to R. زين هسه عندنا مصطلحات اثنين اللي هو ريفركتوري بيريد. شنو معناته؟ هو معناته انه the time between the depolarization، يعني الوقت اللي يصير بين التقلص الخلايا وبين and return of the cardiac cell to the ready، بين الوقت اللي شنو؟ اللي ترجع بين الخلايا الى مرحلة الاستعداد الى مرحلة البولاريزيشن اللي مرحلة الاستقطاب. While the cells are recovering, the atria and ventricle are refilling with the blood. يعني هذا الستيج يكون الاتريا والventricle يكونون متلئين and prepared to contract، يكونوا مستعدين انه للتقلص. وهاي المرحلة refractory period هي تحتوي على two phases. الفيس الأول اللي هو الأبسولوت ريفركتوري بيريد. شنو معناته؟ معناته ان الكارديك سيلز هاف نوت كومبليت ريبولاريزيشن اند كانين، يعني هنا السيلز ما عندها يعني ما تكتمل عندها مرحله شنو الريبولاريزيشن، فماكو كانين تبي ستيمولات، فما تقدر انه ماكو اي ستيميولات حتى كانت يعني ما تستطيع انه الستيميولات تو كوندكتد ان الكتريكال امبلسز،
and contracted again. يعني ما حتتقلص مرة أخرى، ما حت حتصير عندها مرحلة depolarization. طبعا بالأبسوليوت ريفركتوري بيريد هي شنو تنقاس؟ هاي المسافة، المسافة تنقاس من from the beginning of the QRS through to the first third of the T wave. يعني هاي ال T wave إذا قسمناها إلى أربعة فهي في بداية الثلث الأول مالت T wave، هاي تنقاس هاي المسافة. طبعا من الكيو ار اس وهنا عندنا تاخذ ثلاثة فيرست ثيرد اوف ذا تي ويف، فهنا هذه المسافة مالت الريفركتوري بيريد مثلا. فالريفركتوري بيريد معناته شنو؟ انه الكارديك سيلز have not completely polarization. هاي اهم شيء فيها، يعني ما تكتمل شنو الإزالة الاستقطاب، لأن إزالة الاستقطاب تمثل بالتي ويف، فيصير مجر إنه هذه المسافة بين بداية الكيو ار اس and the first third of the wave. هسه عندنا ريليتيف ريفركتوري بيريد، هذه شنو معناتها ريليتيف ريفركتوري بيريد؟ إنه the cardiac cells have repolarization. هنا شنو؟ إنه الخلايا تصير عندها زيادة الاستقطاب إلى درجة to the point that some cells can be again، يعني القسم من الخلايا تستطيع إنه يصير فيها stimuli ويصير فيها repolarization، تقلص إذا كان التحفيز بها قوي، if the stimuli is strong enough. However, if these cells are stimuli during this period, they will be probably conducted electrical impulses in slow abnormal pattern. يمكن قد يصير بعض نوع الاستيمولاي يصير ضعيف، يصير abnormal، يصير impulses in slow abnormal pattern. هاي مين تنقاس المسافة؟ تنقاس the period is measured from the end of the absolute. هنا عندنا هاي الابسولوت اللي احنا قلنا بها الى شنو؟ اللي هي فترة الى to the end of the T wave، يعني هاي T wave الى نهاية T wave. فهي تنقاس بهنا هاي المسافة هي مالتها الريليتيف ريفركتوري بيريد.